مهندس محمد، هل تسمعني الآن؟ حضرتك أولاً بنرحب بحضرتك. أهلاً وسهلاً باشمهندس. بنتكلم مشوار العراق ده ليس جديد، المشوار ده قامت بيه الحكومة السابقة، وطبعاً ده تحت رعاية الحكومة المصرية وتحت رعاية وزارة الإسكان، وكان معمول المشروع ده من حوالي في رئاسة الوزراء السابقة للعراق. والرئاسة السابقة للعراق كانت بتتكلم عن ان احنا هناخد بترول وهناخد غاز مقابل هذه المشاريع، والمشاريع محددة، والشركات اللي كانت راحت عينت هذه المشاريع مع وزارة الإسكان كانت سباقة. وزيارة كامل جيل وزير سيادة نائب رئيس الوزراء للتوقيع والبدء في الأعمال، لأن الأعمال محددة إن كانت عبارة عن مستشفيات أو طرق أو كباري. وطبعا بالنسبة للشعب العراقي كان شركة مصرية قامت بإنشاء كوبري في خلال 3 شهور، أعتقد إن هو عمل كويس جدا وعمل صدى كويس جدا في العراق. وكل المشاريع اللي تم الاتفاق عليها مشاريع بنية تحتية ومشاريع عمارات ومشاريع مستشفيات، وإحنا أقدر ناس إن شاء الله بإذن الله كمصر على العمل في العراق. طيب، ده بالنسبة للمنظور العراقي تجاه أو يعني نظرة العراق لخبرة الشركات المصرية. على الجانب الآخر يا باشمهندس، إزاي ممكن للشركات المصرية الاستفادة من هذه المشاريع؟ إيه أهم أوجه الاستفادة اللي هتعود على المصريين المشاركين في هذه المشروعات؟ أولا يا فندم، المشاريع اللي بيتم التفاوض عليها دلوقتي، الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة في الفترات اللي فاتت في جميع المجالات، والمشاريع بالفعل كان في جلسات سابقة كثيرة تم الاتفاق عليها. والمشاريع دي يعني احنا الزيارة دي ان شاء الله كان السيد رئيس وزراء العراق هنا من حوالي اسبوع للتوقيع وليست للمفاوضة. وطبعا نظرا للظروف الأمنية في جميع الدول اللي حوالينا ولإعادة أعمار العراق، فدي لازم تبقى تحت كنف الدولة وبرعاية الدولة. والشركات المصرية على أهبة الاستعداد، وعندنا شركات موجودة هناك كبيرة، شركات قوية شغالة في كردستان العراق وشغالة في المنطقة، يعني عندنا حوالي أو 3 أو 4 شركات بيقوموا بمشاريع كبيرة جدا في العراق على الأرض دلوقتي، وفي محطات كهرباء اتسلمت هناك وفي محطات صرف اتسلمت في العراق. وإحنا بنتكلم بقى على مشاريع البنية التحتية والمشاريع اللي منتشرة في جميع أجزاء العراق الشقيقة. طيب مهندس محمد، شايف ازاي دور الحكومة المصرية؟ ايه اهم المحاور اللي بتعمل عليها الحكومة المصرية في دعم مشاركة القطاع الخاص في هذه المهمة تحديدا؟ وعلى الجانب الاخر، شايف نظرة القطاع الخاص، شهية القطاع الخاص في المشاركة في مثل هذه المشروعات؟ اولا حضرتك، القطاع الخاص دوره في اي دولة دور كبير جدا، وهو اللي بيقود اي مصيرة اي تنمية، بس في هذه المشاريع وفي هذه الحالة بالاخص لازم تبقى تحت رعاية الحكومة، لأن نظرا لحضرتك احنا بنتكلم على وضع بلد اخواتنا في العراق، طبعا في بعض الأماكن غير مستقرة، في بعض العجائب، فلازم تبقى تحت رعاية الدولة في المرحلة الأولى فقط لمرواح الشركات، وإن الدولة المصرية هي اللي تقوم بالتعاقد. وهيتم التعامل، معمول آلية للتعامل بين الشركات المصرية وبين الحكومة المصرية، وأعتقد إن ده أسلوب ناجح وشغال في أفريقيا مع أغلب الدول. وأغلب الدول اللي موجودة زي دول زي الصين زي بتاع بتبقى تحت كنف الحكومة، لأن الدول اللي فيها لسه لم تستقر سياسيا بنسبة 100%، أعتقد أن القطاع الخاص هيبقى دوره فيها محتاج مساندة الدولة عشان نقدر نغزو هذه الأسواق. والدول دي مش غريبة علينا احنا، العراق دي كان فيها من 3 ل 4 مليون مصري طول عمرهم، والشعب المصري احنا العراقي احنا اقرب شعب ليهم، فاعتقد ان احنا هيبقى عندنا سهولة في التعامل والتنفيذ مع الشعب العراقي ان شاء الله يا فندم. طيب، ما حجم الاستثمارات اللي بنتوقعها من مصر في هذه المشاريع؟ يعني حجم الاستثمارات اللي متوقعه اعتقد يعني كان اعلن عنه سابقا في الحكومه السابقه، كان كنا بنتكلم في حوالي 3 مليار دولار مبدئيا مع حضرتك، ولكن اعتقد ان الاسعار دلوقتي في تغيرات كتير في العالم، وان المواضيع دي كانت اولا يعني مش هتفرق مع العراق في المرحله الاولانيه، في احنا الاول نروح ونشتغل
مع حضرتك تحت كنف الحكومة المصرية، ومعمول الحساب إن شاء الله إن هو هيبقى العراق الشقيق، مش هيبقى فيه دفع فلوس، هيبقى مقابل بترول، والبترول ده هناخده الحكومة المصرية، وهتحاسب الشركات بآلية زي بقية الدول وزي بقية الدول المختلفة. وأعتقد إن هي دي الآلية اللي تصلح للعمل حاليا في الوقت الحالي، واللي تقدر تساعد الشركات المصرية، لأن احنا فعلا الشركات المصرية حجم المعدات اللي عندها في السنين اللي فاتت حجم جبار، حجم المهندسين اللي اكتسبوا خبرات حجم كبير جدا، صحيح، البنية التحتية اللي اتعملت عندنا في العاصمة وفي الساحل وفي صواري وفي المنصورة الجديدة وفي الصعيد، أعتقد إن احنا أكبر دولة اشترينا معدات في ال10 سنين اللي فاتوا. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا الدولة تساند القطاع لحد ما يقدر بس يقف على الارض، وبعد كده الاتفاقات تتم بيننا بين الشركات وبين الحكومة العراقية في مرحلة لاحقة ان شاء الله يا فندم. هل بتعتقد مهندس محمد انه في مجالات اخرى غير البنية التحتية ممكن مصر تسهم فيها في البيئة الاستثمارية العراقية في الفترة دي، ام انه الأولوية حاليا لهذا القطاع تحديدا وممكن بقية القطاعات تيجي في وقت يعني متأخر؟ بص يا فندم، اولا حضرتك السيد نائب رئيس الوزراء سيادة الفريق كامل مش رايح معاه مقاولين بس، لا هو واخد معاه المقاولات، ده عقد المقاولة ده في مواسير وفي انفرا وفي صحي وفي كل الخامات وكل المصانع، كلها مصانع، المصانع دي كلها حضرتك بكل المنتجات دي الشركة المصرية لما بتاخد مثلا حضرتك مشروع انفرا، جميع كل المواسير وكل الحاجات دي ما هتروح من عندنا من مصر، يبقى المصانع بتاعتنا تشتغل، لو في مستشفى كل السيراميك كل الصحي كل الابواب كل شركات الالومنيوم كل الحديد كل الاسمنت كل ده، ما هو دي الشركات دي يعني هتروح بكل الموردين بتوعها، فالموردين في حاله تعاقد الشركات هم جزء من المنظومه اللي هيتم من خلالها تصدير جميع الخامات من عندنا من مصر، وده اللي كان تم الاتفاق عليه. طب إيه الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون بين مصر والعراق في هذا المجال تحديداً؟ ما الذي يحتاجه الجانب المصري لتسريع وتيرة الإنجاز لمزيد من تسهيل العمل من البيئة العراقية؟ الخطوات المقبلة طبعاً بدعو الحكومة المصرية والوفد حسن اختيار الشركات القوية وذات الملاءة الفنية القوية حتى تعطي انطباع عن المقاول المصري، انطباع قوي نقدر ننافس، نقدر سوق زي العراق احنا بنعتبر ان هو جزء مكمل لمصر، العراق ومصر طبعا دولة واحدة، وطبعا ما بيننا عامل اللغة والدين وكل حاجة اللي ما بيننا، بس في الاخر المواطن العراقي لازم يشوف المنتج المصري في الاخر على الارض في ابهى صوره وفي احسن صوره، ولازم تبقى صورة معبرة حتى تستطيع الشركات المتوسطة والصغيرة الدخول فيما بعد، لأن انطباعنا الانطباع ده هو اللي هيؤدي لما المواطن يدخل يتعالج في مستشفى يلاقي المستشفى على أعلى مستوى، يدخل مدرسة يلاقي المدرسة على أعلى مستوى، أعتقد أنه هيرحب بالشركات المصرية. فيعني نرجو أن طبعا هم أكيد ده حاجات معمول حسابها، أن أول شركات تطلع أو طليعة الشركات تأدي الأداء اللي يمهد لجميع الشركات المصرية والمنتجات المصرية في الدخول، ويتم مراجعتها باستمرار لتقديم أفضل منتج لإخواتنا في العراق. طيب باشمهندس، لو هنتكلم عن النقطة المتعلقة بتوفير فرص العمل، حضرتك اتكلمت عن عدد من المجالات الفرعية اللي بتندرج تحت قطاع البنية التحتية، واتكلمت انه يعني الوزير كامل الوزير طبعا ذهب ومعاه ممثلين عن كل هذه القطاعات، بنتوقع نسب يعني توفير فرص عمل تقريبا قد ايه من هذه المشاريع؟ اعتقد ان اكبر دولة في العالم في تاريخنا استقبلت أولادنا المصريين وعاشوا فيها كانت هي العراق، وما يوجد بين العلاقات بين الشعب المصري وبين الشعب العراقي، الشعب المصري شعب طيب، شعب لا ينخرط في السياسة، ما بيدخلش في مواضيع كتير، أعتقد أن حتى القيادة السياسية في العراق تعلم هذا الكلام كويس، فالشعب المصري مرحب بيه لأنه شعب ورايح لشغله بيخلص شغله وبيمشي. فإحنا كنا بنقول أن إحنا كان في من 3 ل 4 مليون مصري
بيعيشوا في العراق وحافظين العراق، ودي أجيال. فبنتمنى أن الأجيال القادمة يبقى لها فرصة العيشة في العراق وعشق التقدير، أكبر خدمة لإخواتنا في العراق، لأن إحنا فعلا حجم فرصنا في العراق أعتقد أن هي أقوى من أي فرصة في أي بلد آخر، لأن العراق هي كانت دايما هي اللي بتستقبل العمالة المصرية. ونفتكر زمان حضرتك كان كل اخواتنا وقرايبنا والناس اللي نعرفها والصناعيه كلها الكبار في السن العشرية هيقولوا لحضرتك ان هم كلهم كانوا نسيج واحد في الشعب العراقي وحافظين العراق عن ظهر قلب، زي ما احنا حافظين القاهره كده، كانوا حافظين الشمال والجنوب وحافظين حتى العشائر كانوا حافظينها. دي نقطة أكيد هتفرق في يعني طريقة العمل وسرعة الإنجاز. شكرا جزيلا المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على كل هذه التفاصيل.